يعني انت لا تصدق ما ينفيه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح بانه لم يعد اخوانيا يعني. لا لا لا، انا يعني انا بيني شوف انا حقيقي اقول لك بصراحه، يعني انا صدمت، انا ما اعرفوش، عمري في حياتي ما قابلته، وبعدين كنت على فكره دايما اسمع كلام كويس عنه اغلبه من حمدين صباحي. ها لغايه بقى لما مره جه يتكلم ومره واحده قال كلمه، مع انه يعني ده كان يعني يقول لك يعني في فترته، يعني قال لك ان بعد 25 يناير واللي حصل اول مره من 60 سنه المصريين يحسوا ان البلد بلدهم. انا قال الكلمه دي مين هنا؟ ما دي ما يقولهاش الا واحد فعلا اخواني يعني هي قضيتهم قضيته مع 52 يعني وانت طالع. يعني حتى قلت يا سلام، يعني ثورة 23 يوليو لما قامت وطردت الملك وطردت الإنجليز، المصريين ما حسوش إن البلد بلدهم. ثورة يوليو لما أول مرة الفلاح يتملك أرضه من آلاف السنين ويجي ويجيله لصاق الخمس فدادين لحد عنده ويبتدي ويزرع، ما حسش إن البلد بلده. لما رجعنا قناة السويس اللي حفرناها بدمائنا وبعرقنا وأهالينا واللي مات فيها 120,000 واحد، ما حسوش إن البلد بلدهم. لما المدارس بقت حق لكل واحد والعلاج حق لكل واحد والعمل حق لكل واحد وكل الامور دي، الاستقلال الوطني اللي كنا عايشين فيه، السد العالي، المصانع، العمال، الفلاحين، كل الامور دي ما حسوش خلاص. فاني بيني وبينك قلت ساعتها، قلت لا يعني اخوان لا. طيب.